بأعمالها المتميزة بورتريه حول وردة الجزائرية، فلنتابع. من عدة ولو في الأيام تمضي، وها هي الذكرى الثالثة على رحيل وردة الفن الجزائري والعربي تحل لتحيي وجع رحيلها وألم فراقها. وردة فتوكي التي ولدت في 22 من شهر جويلية سنة 1939 بالعاصمة الفرنسية باريس من أب جزائري وأم لبنانية لتجمع بين الجمال اللبناني والشماخة الجزائرية. بدأت وردة من القمة بأدائها لكبار الفنانين أنذاك على غرار أم كلثوم وإصمهان وكذا عبد الحليم حافظ بنادي والدها بباريس، لتواصل وبخطى ثابتة ودائما من القمة صنع النجومية في سماء الأغنية وكذا السينما العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. اعتزلت الغناء بعد زواجها الأول الذي أثمر عنه طفلاها رياض ووداد، لتعود مجددا إلى هذا العالم الذي يسكنها بطلب من الرئيس السابق هواري بومدين وإحياء للذكرى العاشرة لاستقلال الجزائر. أوقات بتحلو الأغنية التي كانت الدليل القاطع على موهبة وردة الفذة، لتبقى بعدها وردة وفية لنجاحاتها وتتوالى إبداعاتها. فلقد شكلت وردة مع زوجها الثاني الموسيقار العملاق بليغ حمدي ثنائيا فنيا لن يتكرر أثمر عنه عديد الأغاني المتميزة. انفصلت وردة عن بليغ لكنها أبدا لم تنفصل عن الفن، فهي الوردة التي لا زال عطرها يفوح في أرجاء الساحة الفنية العربية بأجمل الأغاني رغم رحيلها عن الفن والدنيا إثر سكتة قلبية منذ 3 سنوات في 17 من شهر مايو سنة 2012 بمصر، لتدفن في الجزائر الوطن الذي اقترن اسمه باسمها. إذن رحم الله فقيدة الفن وردة التي لا زالت حية بأعمالها المتميزة.